من هو طوني فاضل؟ ولد أنتوني ميشيل فاضل في 22 من مارس 1969 في ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. درس هندسة الكمبيوتر في جامعة ميشيغان. بدأ طوني فاضل العمل في شركة جنرال ماجيك مع ستيف جوبز لمدة 3 سنين قبل أن ينتقل إلى فيليبس. عاد فاضل إلى أبل مع عودة ستيف جوبز ليعمل على مشروعه في تطوير جهاز الآيبود، والذي حقق نجاحا باهرا قبل أن يكون على رأس الفريق الذي صمم جهاز الآيفون. ترك فاضل عمله في أبل يؤسس شركة نست التي هدفت لإدخال التكنولوجيا الرقمية إلى الحياة المنزلية اليومية، ونجحت الشركة التي اشترتها جوجل سنة 2014 مقابل 3.2 مليار دولار. يعيش فاضل حاليا مع عائلته في باريس بعد أن استقال من مهامه في نست وجوجل. ولد كما قلنا في ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية لوالده ذي الأصول اللبنانية ووالدته ذات الأصول البولندية. كان والده يعمل في مجال المبيعات في شركة ليفي شتراوس، وهو ما فرض على العائلة التنقل الدائم خلال طفولة توني. نتيجة للتنقل الدائم فقد درس توني عفوا في 15 مدرسة، ولكنه تخرج من مدرسة جروس بوينت الثانوية في ميشيغان. كان جده لأمه يلعب دائما معه بأدوات الإصلاح ويعلمه كيف تعمل الأشياء وينمي عنده حب الاكتشاف وتعلم إصلاح الأشياء. اكتشف توني أجهزة الكمبيوتر في عمر 12 وقام بجمع النقود ليشتري أول جهاز له، وكان منبهر بكمبيوتر ماكنتوش الذي تنتجه شركة آبل، وحلم بأن يعمل معهم في يوم من الأيام، وهو ما حفزه ليدرس هندسة الكمبيوتر في جامعة ميشيغان. بعد رحيل ستيف جوبز مؤسس شركة آبل عن الشركة وتأسيس شركة جنرال ماجيك، قرر فاضل أن هذا هو الوقت المناسب ليحقق حلم الطفولة ويجرب العمل الذي يحبه، فسافر إلى كاليفورنيا ليحصل على عمل في الشركة الناشئة حديثا، وقضى هناك 3 سنوات يكتشف إمكانية جعل التكنولوجيا الحديثة في متناول الجميع من خلال صنع أجهزة صغيرة محمولة. خلال تلك الفترة طور فاضل عددا من الأجهزة لصالح عملاء الشركة، من هذه الأجهزة سوني ماجيك لينك وموتورولا أنفوا. كانت الشركة في تلك الفترة مليئة بالمواهب والأفكار الثورية، إلا أنه بشكل غريب لم تحقق انطلاقة ونجاحا قويا، وهو ما يوصف بأكثر فشل مؤثر في تاريخ وادي السيليكون. بعد مغادرة توني فاضل لشركة جنرال ماجيك، عمل كمدير لمكتب التكنولوجيا في قسم الحواسيب في شركة الإلكترونيات العملاقة فيليبس. رغم أنه طور لصالح الشركة جهازين محمولين هما فيلو ونينو، إلا أن الشركة لم يكن لديها الالتزام والحماس لتسويق هذين المنتجين، وهو ما دفع فاضل للانتقال مجددا. مدفوعا بحبه العظيم للموسيقى، كان حلم فاضل أن يتمكن من تطوير جهاز محمول قادر على تشغيل الموسيقى. وفيما كان يبحث عن ممول وداعم لمشروعه، تلقى دعوة من شركة آبل التي كانت ستيف جوبز قد عاد لإدارتها. كان جوبز متحمسا أيضا لفكرة تطوير مشغل موسيقى محمول، فدعم فاضل الذي بدأ العمل كمتعاقد من خارج الشركة في سنة 2001، رغم أن جوبز عرض عليه عملا كقائد لمجموعة تطوير خاصة في الشركة. نجح فاضل في تقديم جهاز آيبود مشغل الموسيقى الخاص بشركة آبل، والذي أطلقها مجددا إلى النجاح في جانب من السوق التي كانت تسيطر عليه شركات الأشرطة والأقراص المدمجة. وارتقى بعمله من متعاقد خارجي مع الشركة ليصبح نائب رئيس قسم آيبود في شركة آبل. عندما قرر ستيف جوبز أن ينتقل بآبل إلى عالم الأجهزة الخلوية، وضع فاضل كمسؤول عن مشروع تطوير هاتف محمول خاص بالشركة. في البداية فشلت الجهود لإضافة خدمات الهاتف إلى جهاز الآيبود، ولكن عندما فكر الفريق بطريقة مختلفة وتخيلوا هاتفا محمولا يملك ميزات الآيبود، ظهر للعالم واحد من أهم اختراعات هذا العصر، وهو جهاز الآيفون. الجهاز الذي غير التوازنات في عالم شركات الإلكترونيات، وغير العادات الشرائية للناس، واضعا آبل لتكون الشركة الأكبر من ناحية الأرباح في التاريخ. في تلك الفترة كان فاضل يبدو للجميع كالخليفة القادم لستيف جوبز، إلا أن الحقيقة كانت أن علاقتهما كان يسودها خلافات بقدر ما كان يسودها نجاح مهني. وبعد زواج فاضل وتأسيسه لعائلة،
أحس بأن مسؤولياته في الشركة تعيق حياته العائلية، فقدم استقالته من شركة آبل سنة 2008، وأخذ عائلته في رحلة حول العالم ليستقر بعدها في باريس ويكمل التزاما بالعمل كمستشارا لجوبز لمدة 18 شهرا. بعد عودة فاضل مع عائلته إلى كاليفورنيا والعمل على بناء منزله الخاص، اكتشف مدى قدم مقاييس الحرارة والأجهزة التي تتحكم بعمل أنظمة التدفئة والتكييف في المنزل، وهو ما يسبب استهلاكا كبيرا للطاقة ويضر بالبيئة. دفعه ذلك إلى إنشاء شركة خاصة هي نست لابس بمساعدة أحد زملائه السابقين في آبل وهو مات روجرز، وكان هدفهما هو إدخال التكنولوجيا الرقمية إلى الحياة اليومية المنزلية من خلال تصميم جهاز ذكي قادر على توفير الطاقة بعد برمجته ليلائم حاجات وعادات ساكني المنزل. وظف فاضل وزوجته المزيد من زملائهما السابقين في آبل مستفيدين من سمعة فاضل ونجاحاته السابقة، وبالفعل فقد حقق مشروع فاضل نجاحا سريعا، وطرحت مقاييس حرارة نيست في الأسواق في أكتوبر 2011 ليتبعها أجهزة نيست لكشف الدخان وأنظمة الحماية الخاصة بهم، وسجل باسم فاضل أكثر من 300 براءة اختراع، وحصل سنة 2012 على جائزة ألفا التي تمنح للمخترعين العظماء. وفي سنة 2014 اشترت جوجل شركة نيست مقابل 3.2 مليار دولار لتجعل فاضل أحد أثرياء العالم. استمر فاضل في السنة الأولى في العمل كمدير لنيست تحت إشراف جوجل قبل أن تعينه جوجل مديرا لمشروعها المتعثر الذي كان يهدف لصناعة أجهزة حاسوب ضمن عدسات النظارات التي يستخدمها الناس. بعد إعادة هيكلة جوجل في سنة 2015 أصبحت نيست وجوجل شركتين تابعتين لشركة ألفابت الأم. وفي الربيع الذي تلاه قدم فاضل استقالته من مناصبه في نيست وجوجل وعاد ليعيش مع عائلته مجددا في باريس. وعد توني فاضل نائبة رئيس آبل لشؤون الموارد البشرية دانييل لامبرت وتزوج الثنائي فيما بعد، واستقال من عملهما في الشركة ليتفرغا لتربية أطفالهما قبل أن يؤسسا شركة نست. صنفت العديد من المجلات والشبكات الإعلامية توني فاضل كأحد أهم مخترعي العالم، ومنها CNN، CNBC، فورتين، فانيتي فير، بيزنس إنسايدر، فاست كامباني. عندما كان توني في الجامعة بدأ عملا صغيرا لإنتاج برنامج لمزج الصور والفيديوهات للأطفال، ووصف فاضل بداية عمله مع آبل بأنه العمل مع أبطال طفولته.